ما تعانيه مناطق غرب عقبة من تردي واضح للخدمات طيلة السنوات الماضية، الأمر الذي اضطر لمجموعة من الشباب من إقامة ملتقى تشاوري هو الأول لوجهاء وشباب المنطقة من أجل مناقشة واقع الخدمات المتردي، لكن المؤتمر كان بحضور فقير للوجهاء باستثناء بعض الشباب. هذا اللي شفته هو ملتقى تشاوري عقدته منصة تغريدة غرب عقوبة بالتعاون أو بدعم من منظمة ديالاس الشبابية. هذه الحملة حملة مناصرة أطلقناها ما يقارب صار سنة تقريبا أو 9 أشهر، هي للمطالبة بتفعيل المشاريع أو تنفيذ المشاريع الخدمية المعطلة في مناطق غرب عقوبة اللي هي قصدنا بها القاطون، الرحمة، الرازي، قرى بنزيد، المفرق، الحاج ناصر، خلف المشروع. هذا الملتقى مثل ما شفتوه اللي هو الملتقى التشاوري الأول لوجهاء وشباب مناطق غرب عقوبة حول أسباب تردي الخدمات في هذه المناطق. وأكد الحاضرون بأن هذه المناطق تعاني نقصا وتردي في الخدمات بدون التفاتة من قبل المسؤولين، إلا مع قرب موعد الانتخابات وجعل المنطقة دعاية انتخابية لوعودهم الكاذبة المستمرة، حيث يبلغ عدد مواطنيها أكثر من 150 ألف مواطن. مناطق غرب عقوبة مناطق منكوبة جدا لموضوع الخدمات، ومعدومة بها الخدمات من ماء ومجاري، وكل الخدمات الموجودة من كهرباء، ماء، مجاري، وكل الاستحقاقات اللي يستحقوها المواطنين موجودة بها. الموضوع مو سنة وسنتين، هاي المنطقة منكوبة صار لها أكثر من 18 سنة مشغول النظام لحد الآن، بين ما شايفة أي شيء هاي المنطقة من خدمات أو من أي رأي. حاولنا احنا بين نشوف ونحاول بين نوصل صوت المنطقة، لكن لحد الآن ماكو أي استجابات فعلية، مجرد استجابات ترقيعية وحلول غير مفيدة للمنطقة، وهذا الشيء جاي يتعب المواطنين أكثر، بينما احنا عندنا مجتمع كامل منكوب ومنطقة كاملة منكوبة بها أكثر من 1500 نسمة، 100 ألف، عفوا 100 ألف، 500 نسمة، عدد مو طبيعي، يعني تقدر تصعد مقعد بالبرلمان لكن تبقى المناطق منكوبة بدون أي سبب. كلش نعاني من إنه خدمات تبليط، مجاري، كهرباء، وكل شيء عندك يجي المسؤول كل دورة يجي يبلط له متر مترين، عادين الدورة الأخ يجي همينه ويمشي. ما تعانيه مناطق غرب عقوبة من تردي واضح للخدمات يثير استياء أهالي المنطقة يرافقه صمت حكومي دائم. من محافظة ديالى حسن شمل، التغيير الفضائي.